طبعا بطوله افريقيا دي طبعا دي بطوله خاصه وانت عارف مهمه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بطوله مهمه جدا. احنا طبعا معانا الترجي، معانا بطل بوتسوانا وبطل اوغندا، كل الفرق كويسه، احنا بنحترم كل الفرق. كل الفرق طبعا بتبقى قوي، يعني البطوله بتبقى قويه جدا، الماتشات كلها بتبقى صعبه، فاللعبة كلها بتبقى مركزه. طبعا الماتشات افريقيا يعني عموما هي بتبقى يعني الناس كلها بتشوفها، العالم كله بيتفرج عليها، فاللعبة كلها بتبقى مركزه بشكل كويس، اللعبة كلها يعني بتحاول انها تبذل اقصى مجهود عندها في الماتشات، لانه طبعا انت عشان تاخد بطوله افريقيا لازم تتعب ولازم يعني تتفانى في شغلك، لازم تعمل حاجات كتير جدا، يعني تجي على نفسك في حاجات كتير جدا. فالحمد لله اتمنى يا رب كده ان شاء الله السنه دي تبقى البطوله من نصيبنا ونعمل حاجه كويسه ونروح كاس العالم للانديه. طبعا ما رحناش بقالنا فتره، فيا رب كده، يا رب ان شاء الله. ماتشات صعبه، انا مش عايز اقول الترجي صعب وبعده سهل، لا، كل الماتشات صعبه، كل الماتشات صعبه في افريقيا، لان طبعا كل الفرق عندها نفس الدوافع ونفس يعني مش انت يعني كل اللعيبه بتفكر برضه ان هي الطموح ان هي ممكن تاخد البطوله. فاحنا طبعا احنا عندنا الدوافع بتاعتنا عاليه جدا، احنا بنلعب على حاجه واحده ان احنا ناخد البطوله، وان شاء الله ان شاء الله يا رب كده ناخدها ونفرح الناس كلها باذن الله. طبعا رامي، بالنسبه لرامي انا طبعا يا رب بقول يا رب كده يا رب يرجع بالسلامه ان شاء الله وربنا يشفيه كده ويرجع احسن من الاول. يعني الفرقه كلها عموما بالنسبه لخط الدفاع، انت السنه دي والسنين اللي فاتت كلها احنا الحمد لله رب العالمين، يعني اقوى، يعتبر اقوى خط دفاع في الدوري. فانا شايف في ناس برضو بتتكلم كتير عن الدفاع، بس احنا الحمد لله احنا مركزين، احنا بنحاول نعمل اللي علينا، ويا رب ان شاء الله دايما كده ان شاء الله. طبعا بتمنى الفتره الجايه طبعا جمهور النادي الاهلي يبقى ورانا ويدعمنا زي ما احنا متعودين دايما، هو بيمثل لنا حاجه كبيره جدا في الملعب، بيدينا روح عاليه جدا في الملعب. بقول يا رب كده يفضلوا جنبنا على طول ويشجعونا، لان الفتره الجايه عندنا ماتشات مهمه جدا في افريقيا، ان شاء الله يبقى ورانا وان شاء الله ناخد بطوله باذن الله.